طيب برضو ممكن نروح دلوقتي نطمن على حالة الأهلي والاستعداد من داخل فندق الإقامة. بينضم لي عبر التي في لايف الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي عشان نطمن منه على آخر الاستعدادات والأجواء من فندق الإقامة قبل التحرك إلى استاد الأهلي والسلام. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير عليك يا محمد، وكل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طمني على الأحوال والأجواء عندك في الأوتيل، والفريق يستعد إزاي قبل مواجهة إنبي، وهل في اجتماعات تمت على مدار اليوم في ظل النهاردة عندك 8 لاعبين ناشئين موجودين في القائمة الرسمية اللي بتضم حوالي 22 لاعب؟ تمام يا محمد، خليني اقول لك احنا متواجدين في مقر اقامه فريق النادي الاهلي واستعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق النادي انبي في الجوله الثانيه والثلاثين للدوري المصري. خلاص بندخل في المرحله الاخيره، بتوقع على نهايه المسابقه ثلاث لقاءات انبي ثم بيراميدز ثم طلائع الجيش. بالفعل يا محمد زي ما انت قلت وجود ثمان لاعبين من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وبالامس كان في اجتماع ما بين مستر موسيماني والكابتن عمرو انور مدير فني الفريق الشباب ومستر مايكل بروكش مدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي والكابتن خالد بيبو، وكان هناك بعض التنسيق وبعض يعني وضعوا خطة للعمل خلال الفترة القادمة، أبرزها توحيد طريقة اللعب في قطاع الناشئين بنفس طريقة اللعب اللي المستر موسيماني محبب ليه أنه يلعبها مع النادي الأهلي. ده كان أمر مهم جدا وكان حريص عليه جدا، وأيضا بعض الكابتن عمرو والقطاع الناشئين في النادي الأهلي الكابتن خالد رشح بعض اللاعبين لفريق النادي الأهلي. ومن الحاجات المهمة جدا يا محمد في الثمان لاعبين الموجودين في التشكيل أو في القائمة النهاردة إن منهم أكثر من لاعب بيلعب في أكثر من مركز. يعني يا محمد برضو يعني انا عايز نحط جماهيرنا ونحط جماهير النادي الاهلي في الصوره ونقربهم من الصوره دي. محمد ده مغربي، ده لاعب منتخب مصر للشباب مواليد 2001، بيجيد اللعب في مركز قلب الدفاع ومركز الظهير الايسر. فارس طار المواليد 2000 قلب دفاع وايضا بيلعب في مركز الظهير الايمن. عندنا شادي رضوان بيلعب على الجناحين سواء الجناح الهجومي الايمن او الجناح الهجومي الايسر. محمد فخري ايضا يجيد اللعب في مركز صانع الالعاب ومركز الجناح، الى جانب طبعا محمد شكري واللاعب عربي بدر طبعا بالاضافه لاحمد طارق سليمان ومصطفى شوبير. خليني اقول لك ايضا يا محمد الاجتماعات يعني اجتماعات مستمره، وبعض برضو بعض النقاط يا محمد اللي تقدر تلمسها مع وجود مستر بيتسو موسيماني كمدير فني للنادي الاهلي، تغيير سيناريو اليوم او برنامج اليوم بالنسبه للفريق خلال المعسكر. يعني كنا متعودين دايما يا محمد ان وجبه الافطار بتبقى من في تمام الساعه 8:30 الى العاشره، الراجل عمل بعض التعديلات ان وجبه الافطار تبقى في تمام الساعه 10 صباحا ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 2 ظهرا. النقطه المهمه جدا يا محمد اللي يعني بنبرزها وبنقولها تغيير ميعاد المحاضره. احنا دايما متعودين ان المحاضره الفنيه الاخيره بتبقى قبل التحرك الى ملعب المباراه بخمس او 10 دقائق. مستر بيتسو موسيماني مغير توقيت المحاضره الى تمام الساعه 4:15. النهارده عمل محاضره استغرقت اكثر من 40 دقيقه، اتكلم مع اللاعبين طبعا على بعض لقطات الفيديو للقاء الاخير امام المقاولون العرب، وايضا بعض اللقطات لفريق انبي في المباراه الاخيره، ويعني عمليه تصحيح الاخطاء يا محمد اللي مستر بيتسو موسيماني حريص عليها مع لعيبه النادي الاهلي انه يصحح الاخطاء عن طريق الفيديو. تقدر تقول المحاضره استمرت لمده 40 دقيقه. بالنسبه ايضا للاجتماعات يا محمد بعد وجبه العقب وجبه الافطار كان في اجتماع جمع ما بين مستر بيتسو موسيماني وكابيلو مخطط الاحمال وموسى متلابا المحلل الاداء مع الكابتن سامي قمصان والكابتن سعد عبد الحفيظ. يعني تقدر تقول عقب وجبه الافطار استمر الاجتماع لاكثر من نصف ساعه. مستر بيتسو موسيماني بيحب هو ملم جدا بكل الامور. عقب هذا الاجتماع كان في اجتماع ما بين الكابتن سامي قمصان مع دكتور عبد الرحمن سعيد طبيب التغذيه في النادي الاهلي. مستر تمام اتفضل يا محمد. تمام فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا عشان وقتنا وكل التوفيق ليك، وبالتاكيد النهارده هنتابع مباراه كبيره، لكن انت اتكلمت جزئيه مهمه جدا وهي لها علاقه بترتيب الاجتماعات وتغيير المواعيد، لان كل مدرب ليه استراتيجيه وطريقه عمل ومده زمنيه بيحب يقعد يتكلم فيها مع اللاعب. بشكر فاروق على كل هذه المعلومات والايضاحات من فندق الاقامه، واخرج الى فاصل وبعد الفاصل استكمال الحديث عن ترند الاهلي.